اوكي محمد حبيبي، اول شيء بلشت حلو كثير، يعني فكرتك عم تغني بلاي باك على لحظه قد ما حلو كان مغني قد ما كان صح. وبتاني مقطع مثل كانه اجاك تليفون حدا تلفن لك، صرت عم تغني برات الغنيه وخبروه خبريه ما بعرف شو خبروه، صرت غير زلمه، انفصمت، انفصام في الشخصيه في نص الغنيه. خبرني شو صار معك. بس ما تحجج لا بالصوت ولا شيء، خبرني انت شو يعني، ما في واحد تكون هالقد فايت حلو وواثق من نفسه ومرتاح وبعد فجأة هيك بتاني كوبليه، يعني ما في دقيقة، ما في 40 سنة موسيقى بيتغير بيصير غير زلمة، وبالمغنى بيصير برات الغنية كليا. بعدين هاي غنية كثير هينة، يعني كثير ميلودي إذا بدك سهلة وسمبل، ما بدها لا عيط ولا بدها مغنى ولا بدها عرب ولا بدها شيء، بدها إحساس صح. خبرني. طبعا أنا لما قلتها في البروفا قلتها حلو جدا. جيت قلتها في البرايم، اول ما طلعت كنت سامع الميوزك تمام، اول ما جيتك اغني انا مش سامع اللي انا بقوله، سامع الميوزك بس. غنيت حلو كتير اول مقطع، اول ما بدات فظيع، ما تسمع حالك. انا بدات بناء على 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 يعني هو بدا، فانا اخذت التون منه، يعني انا كملت على اساسه، انا سامع الميوزك بس، انا سامع هو بيقول ايه، بس انا المايك بتاعي انا مش سامع، يعني الميكرو انا مش سامع منه اللي انا قلته. فجيت بعد كده بقى بدا ان انا طول ما هو بيغني بدات انا كمان مش سامع اي حاجه غير ميوزك، بقيت انا بقى عمال بفكر، دماغي عمال بفكر اشيله واسمع بره ولا اكمل، عشان انا خايف اخش بره. وده فعلا اللي حصل في الكوبليه، اللي انا دخلت اول ما دخلت فارق، وبعد كده كملت تاني، يعني انا رجعت تاني، حاولت ارجع تاني. انت دخلت صح وكملت فارق. انا بالعكس عم بحكي عنك، يعني انا اذا عم بتقلي انت ما كنت عم تسمع حالك اول شيء وغنيت هالقد بدقه وايقاعك صح، يعني اول شيء اللي ما بيسمع مش بس بينشز، بصير برات الايقاع، يعني خلينا نتفق عليه. يعني فانت مبلش صح، ايقاع ومغنى. عم بقول لك بتاني كوبلي او بالمذهب الثاني فتت، يعني كانه قلت لك شيء غريب. anyway مقبوله، رح نمرقها اول 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 دبريف لقلي ثاني حلقه. بس بدي اقول شغله، تكون عندك جمل طويله، هي تب صغير يعني اذا بدك، وتكون عملك عندك جمله طويله وما فيها لا طلعات ولا نزلات كم بمغنى بانانا، ما فيك تضلك هيك واقف بالهواء هيك. يعني اذا بدك تغني يا حط لها شويه فيبراتو لونها بالاخر، عطيها شويه احساس، يعني ما فيك تضلك واقف هيك على النوت مثل الزمور بانانا، ما فيك تضلك هيك، مش حلوه. يعني شويه ذوق بالمغنى، عطيها شويه احساس منك، ما تغنيها مثل الغنيه الاساسيه، يعني مثل ما عم بغنيها حمائي، ما بتكون يعني ما بتكون فرجتني انت شو عندك بصوتك. هلا الغنيه هذه مش لعدتها كثير لتعطيك تفاجئني قدرات صوتك، بس شغلي مهمه تب صغير، تكون في عندك جمله طويله، جرب اعطيها شويه فيبراتو في الاخر. فيك تعطيها يعني لونها شوي، انه جمله بايخه بتصير هيك، كثير بايخه واقفه مثل واحد حاطط زيح. قول لي حبيبي، انا ما عم غير بشخصيه الغنيه، نحن ما عم نغير. ايه قول لي مين. ايوه ده هو كان طالب حبيبي كده. انا عم بطلب فيبراتو في الاخر، عم بقول لك تب فيك تعملها فيك ما تعملها، اتس يعني مثل اذا بدك تحليه صغيره، لا عربي ولا ما لا عربي، ما اسمع عربي هيك. انت عم تعمله كنت عم بتغني له، عم بقول لك عنه لا حمائي هو العربي ومعه حق فيها، انه غنيه سمبل ما بدها هالقد تفلسف. بس عم بحكي وقت تكون في نوت طويله بالاخر لما يصير صوتك مثل الزمور دارا، حفظت لك اياها تارارا، بس فيبراتو صغير في الاخر ليبان انسان عم بيغني، يعني شو احساس. بس تب هيدي مش هي مانا ضروريه، بس حلوه اذا بتنعمل. بس لنشوف، يعني بدي راقبك اكثر لاعرف قد ايه انت يعني شو بقدر، يعني مش قادر، ما قدرت أيمك مزبوط، لأنه الغنية مش كتير مرتاح بالطبقة تبعها، مش طبقتك، وما فيها كتير مغنى، ما فيها فوق ما فيها تحت، بس كان عندك كنترول حلو أول شيء واختفى بعدين لسبب ما رح نعرفه بالحلقات الجاية، مسلسل لأنه بوست بلاي